مشاهدينا سعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والمستهل بالحدث الكروي القاري، والموعد الحاسم اليوم لمنتخبنا الوطني للمحليين في نهائي تاريخي ضد منتخب السنغال بملعب نيلسون مانديلا ببراقي ابتداء من 8:30 مساء. وتحسبا لهذا الحدث عقد أمس الناخب الوطني مجيد بوغرة ندوة صحفية تطرق فيها إلى تحضيرات كتيبته لهذا النهائي الذي يعد محطة فارقة في تاريخ الكرة الجزائرية. المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع مع إسماعيل ميلوتي. مع كل 90 دقيقة يشتد حبل الأمل ويكبر الحلم، حلم بات أقرب إلى الحقيقة من الخيال، يصنعه اللاعبون والجمهور على حد سواء في مشهد الجزائري هو المعادلة الأهم ضمن العرس الإفريقي الذي تزين بأجواء ومنشآت صدرت للعالم أجمع أجمل صورة عن بلد 1.5 مليون شهيد. مشهد يطمح محاربو الصحراء أن يكون ختامه مسك، التتويج باللقب واصطياد أسود التيرينغا في نهائي غير مسبوق سيحتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حضروا له بكل جدية وفي ظروف ملائمة، خاصة باسترجاع المصابين واستنفاذ الحارس غندوز أليكسيس العقوبة. نعرف جيدا المنتخب السنغالي، لعبنا ضدهم في مباراة ودية انتهت بالتعادل، مباراة صعبة للمنتخبين، ستلعب على جزئيات صغيرة، والذي يلعب بأقل الأخطاء التركيزية سيكسب بدون شك، هي مواجهة صعبة ومثيرة. منتخب السنغال من جهته وبعد مشوار مشرف في شان الجزائر يسعى لكسب الرهان في مشاركته الثانية والعودة إلى الديار بالتاج الإفريقي تحت قيادة المدرب بابتيا، والذي ركز على الجانبين النفسي والتكتيكي وتحضير لاعبيه لنهائي سيلعب على جزئيات صغيرة. هي إذن 90 دقيقة تفصل المحاربين عن كتابة تاريخ جديد بتتويج إفريقي يضاف إلى اللقب العربي، وفي شان أقل ما سيقال عنه إنجاز جزائري 100%. والجماهير الرياضية والعائلة التي لم يسعفها الحظ في الحصول على تذكرة الدخول إلى الملعب تم تخصيص فضاءات عمومية مفتوحة من خلال تثبيت شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء النهائي بين الجزائر والسنغال، وهذا في كل من قاعة حرش حسان ومنتزه الصبلات، إضافة لساحة كيتاني ضمانا للفرجة ومنح أجواء حماسية بين العائلة الجزائرية. وفي إطار المباراة الترتيبية التي جرت أمس بملعب ميلودهد في بوهران، فاز منتخب مدغشقر على منتخب النيجر بنتيجة 0-1 لتحتل بذلك مدغشقر المركز الثالث في منافسة الشان. إلى أخبارنا الدولية، وفي الشأن الصحراوي قام أمس رئيس برلمان عمومي إفريقيا بزيارة ميدانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أين وقف على بعض من مؤسسات الدولة الصحراوية، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي بمخيم سمارة، وعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين الصحراويين ليختتم زيارته بلقاء مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، المتابعة لعمار توكين. حل السيد فورتيو شارومبيرا رئيس برلمان عمومي إفريقيا بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أين استهل زيارته إلى بعض المؤسسات الإدارية بمخيم سمارة، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي ليعقد بعدها جملة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الصحراويين. We met the people, the public area. We did see a number of. لقد التقينا بالمواطنين وزرنا العديد من المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية للأطفال، وشهدنا الحياة بمخيم سمارة، ولقد أنهينا للتو لقائي مع فخامة الرئيس. ما يمكنني قوله أن هناك الكثير من العالم لا يدرك ولا يعلم حول مأساة وضعية المواطنين الصحراويين، ولا يعرفون تاريخ وصراع الشعب الصحراوي، ونحن لدينا العديد من التجارب المهمة في التاريخ التي يمكنها أن تفي بحل هذا الإشكال، ونحن في البرلمان الإفريقي سنعود لإيجاد حل لهذه القضية. ليحظى رئيس برلمان عمومي إفريقيا باستقبال ومحادثات مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي تمحورت حول آخر تطورات ملف القضية الصحراوية.
زيارة البرلمان الإفريقي تأتي بعد زيارة رئيس مفوضية السلم والأمن وبعد القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة حقوق الإنسان، محكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية في أروشا، وبالإضافة إلى مواقف مختلف الدول الإفريقية. أعتقد بأنها زيارة مهمة لأنها تكمل مواقف الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية داخل الاتحاد الإفريقي الذي تنتمي له الجمهورية الصحراوية. الزيارة تأتي ضمن المساعي المتعددة لمختلف الهيئات بالاتحاد الإفريقي لإيجاد تسوية لملف آخر مستعمرة في إفريقيا. وفي المغرب يتواصل الغليان الذي يشهده قطاع التعليم في ظل تماطل حكومة المخزن في استجابة لمطالب المتعاقدين وحاملي الشهادات، حيث سيكون الشارع بداية الأسبوع المقبل على موعد مع إضراب وطني جديد من شأنه شل القطاع بالكامل حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية. أكدت أيضا أن الغلاء يستمر في إنهاك جيوب المغاربة، موضحة أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل يفاقم من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، والتي باتت عاجزة عن اقتناء الأساسيات في وقت يواصل فيه نظام المخزن عدم اكتراثه لانشغالات المواطن المغربي والتضييق على الجبهة الاجتماعية. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.